كرة القدم هي رياضة رجالية بامتياز، لكن المرأة دخلت البساط الأخضر ولعبت في الدفاع في الهجوم وحتى حارس مرمى. مرأة ونص لنهار اليوم هي مارادونا الجزائر. صباح الخير مدام نعيمه. صباح النور. واش راكي؟ صافا وزال بيان؟ لاباس. صحه مليحه؟ الحمد لله. الحمد لله. بديتو ديجا لونترينمون؟ الله يعطيك الصحه، يعطيكم الصحه انتو ليكا. مدام نعيمه، دوك هذا وين بديتك في المقدمه؟ بديت مارادونا الجزائر. انا حبيت نبدا منا قال هذا لو سيرنون جا من 94 يومنا هذا، وشي نفتخر به اكيد، لانه نعيمة العوادي يعني الياس مارادونا اللي اي مابورتي بوكو بوكو دو بونير بوكو دو شانس. ميم ربح ماجير باسكو افون كي كنت صغيره وسمي نعيمه شعري كيما ماجير، دونك جافي لي دو سيرنون في الحومه بوكو بلوس. دونك فوالا، دونك جو سوي تري فيير داتر سورنومي بار رابور هاد لي غران ليجون دو فوتبول مونديال. لا خال ما نهضرش باش ما نعياش. نعاود نولي شويه للبدايات ديالك، يعني دخلت صغيره وقررتي تدخلي عالم كره القدم، يعني كما نقولوا حنا باغابوغ للمجتمع ماشي حاجه سهله، خاصه يعني في التسعينات. اكيد اونشين خاصه يعني في التسعينات. التسعينات ماشي حاجه سهله تدخلي الحاجه يعني دومين كيما هذا. كيفاش كانت البدايات؟ البدايه كانت كثير صعبه. انا كنت مارست الجودو اول شيء، العب القوى، مارست هاد الرياضتين يعني نحبهم، مش منحبهمش، ولكن الحب تاعي والموهبه تاعي كان اكثر لي في كره القدم. دخلتي عالم كره القدم والعشريه السوداء ماشي حاجه سهله ثاني، ومراه وفي دومين كيما هذا كيما قلت لك، يعني رياضه رجاليه في هذاك الوقت 100%. كيفاش يعني كاين ناس ربما كانت تخوف انها حتى تخرج من بيتها، وانت تخرجي بصحي للستاد وتلعبي مع رجال. والله في ولايتي زوز، ونحيي كل الناس اللي تعرفني وما تعرفنيش، الزول في الاول. انا مفخره والله، هذا شعب مفخره جدا، صوتو في العشريه السوداء. والله كنت خايفه انه الرد يكون سلبي، ولكن لما خرجت على الشارع وكنت خير كسوا رجال ولا نساء اليومين هذا سندوني يعني من الدقيقه الاولى حتى اليوم. بالنسبه لهم انا مفخره المراه القبائليه والمراه الجزائريه. والله ولا مره في حياتي ادوني لو كان بان روغار، مش مي با بكلام، او كونترير. ما يخفالكش انه كنت في نروح في الملعب اول نوفمبر قدام 30,000 متفرج، جو سي لا سول فام نجونغلي بين الاشواط، كنت نجونغلي. كانوا ناس تساندني وتصفق لي. لعبنا مباراه ضد دار العين البيضاء من باتنا، لعبنا افتتاح كاس الجزائر في الملعب 5 جويليا قدام 80,000 متفرج. احتراف، يعني انت صغيره جون في تروحي للخارج، يعني غربه بريميرمون، غربه لغه ماشي لغتك، كيفاش قدرتي تفرضي نفسك ما بيناتهم، وكيفاش قدرتي تتحداي كما قلنا اللغه والغربه وكلش وانت صغيره؟ شوفي، اللغه كانت هذا عائق كبير لي بالنسبه لي في المانيا، يعني سو الكوتي بسيكولوجيك ما قدرتش نتاقلم بالمانيا، حتى لو قعدت يعني ومارست لعبت مع احسن اللاعبين، وين لعبوا ابرزوا احسن لعيبه العالم، منهم بيرجيت برينس اللي تحصلت على مرتين احسن لعيبه في العالم. والمانيا يعني فوتبول فيمينا سي يعني شيء اكيد، واخترتوا من احسن لعيبه العالم في 2004، ثاني احسن لعيبه افريقيه من طرف الكونفدراليه الافريقيه. واليوم يعني راني مدربه كره قدم ومحاضره لدى الكاف، يعني شيء هذا يشرف كل المراه الجزائريه والمراه العربيه بالخصوص. ورغم كل شيء يعني كان التحدي الاول ديالك هو الفريق الوطني. اكيد يعني كنت تخلي كلش في سبيل كما تقولي دائما اجل دغابو. اكيد عاد دغابو، شوفي جيت المنتخب الوطني بدراهمي كي كنت في فرنسا.
شريت البيي بدرهمي جي تو في باسكو سي مون بي جادور مون بي لا بروف خليت فرنسا وانا في الجزائر جوست بو دير دونك انا كلكو سوا لي ديفيكولتي كلكو سوا الناس ما عطاتنيش حقي بكل صراحه لما تشوفي انه في فرنسا تعطيني قيمتي كتبوا عليا وقيموني في الـ في الـ في الـ في الوزاره التربيه النهار كان وزير جاك لونغ استقبلني في الوزاره يعني كوم امباسادري دو فوتبول فيمينا ان فرانس نعاود نوليسي وقبايله تكتب لا اوكي واحد لا قلت هنايا نعم 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 خلي لها شي مبلوكيهاش دو فازي 3 9 يدك يدك عاون بيتك الفكرة لأنك تديري مدرسة لتعليم كرة القدم وربما تركزي كمرأة تركزي على البنات يعني كيفاش وعلاش جاتك يعني الفكرة هذه؟ والله الفكرة جاتني إنه شفت أنايا في شراقة ما كاينش كرة قدم نسائية جيت دي بوركوا با أنايا دو مومون كو جو سو أون إيكيب ناسيونال علاش ليكيب ناسيونال اليوم رانا هنا غدوة ما راناش هنا دونك جو سي دي بوركوا با جو في كري ما بروبر أسوسياسيون عييت أنا نخدم للناس وما كاينش الخير نكون وندير نتائج ومن بعد نخرج انايا الى اللقاء ما كاينش مي بعديك لا ريكونيسونس ونخدم باطله باش نزيد نفهمك معليش نزيد مدراهمي وهكذاك اون سو في افوار ما عليناش دونك جو سي دي بوركوا با جو في كري ما بروبر أسوسياسيون سي لو ميتي كو جيم جو سوي كابابل اكسيتيرا الحق يعني كاين صالح مدير القاعه متعدده الرياضات تاع القريه اللي فتح لي البيبان وعاوني بزاف بزاف وحتى لا ميري دو شراقة المير اون بيرسون لو ريسبونسابل تاع السبور في لا ميري دونك ايمون بوكو ايمون بوكو ايدي الحق عاونوني لا بروف راني نونتريني ما عنديش بزاف عندي 4 شهور وانا فخوره جدا فخوره يعني عندي لا ميكسيتي في غارسون كوم تشوفهم من 4 سنين حتى كي 8 سنين يونطرينو وحدهم اي دوتر كاتيجوري مع 12 سنه حتى كي 16 سنه كيف كيف دونك جو بونس كو ان شاء الله يعني نتمنى انه في المستقبل لما لا اتحاد امل شراقه تكون لاعبات للمنتخب الوطني ولاعبين للنوادي الجزائريه ان شاء الله ولما لا نصيبوا محرز نصيبوا ابراهيمي بيان سور هي تجربه واحده اخرى تجربه جديده في حياتك الشعور انك تربحي ولا تخسري وانت مدربه هل هو نفسه وانت لاعبه اكيد لا يعني جو بريفير انا بكل صراحه وكل لاعبين يعني المعروفين ولا مش معروفين يقول لك جو بريفير اتر جوور كو داتر انترينور باسكو علاش سورتو كي تكوني جوز بون كملت لا كومبيتيسيون الى اللقاء اوكي الى اللقاء راني دخلت الفيستير مي لو كوتش نو سي دير كو افان بوندون اي ابري لو ماتش سورتو كي تلعب بالماتش وانا يا جو سوي موفيس بيردونت بكل صراحه نقدر نخسر الماتش وين لي جوز تاوعي لعبوا مليح نقول لهم برافو باسكو لعبوا تري بيان نقدر نربح ان ماتش والبنات تاعي ما كانوش على اوتور يعني كانوا راقدين نربحوا برك هكذايا نعيط عليهم دونك جو سوي تروز اكزيزونت انايا يعني مع نفسي ومع اللاعبات تاعي جام توجور لا بيرفيكسيون فلهذا يعني ممكن اللاعبات الجزائر عندي يسبوني دور باسكو نحب لا بيرفيكسيون نحب سورتو كي نشوف لاعبه موهوبه نضل نعيط عليها عقبها باش تعلم اكثر Surtout faire de la tranche d'âge entre 14 et 18 ans, c'est très très difficile. C'est l'adolescence, etc. Donc pour attirer la concentration de ces petits, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Fallait dire d'être entraîneur, c'est très très dur, très très dur. Surtout le football féminin, mais je sais qu'il m'a donné qu'il me disait un battle le football. Oui, il fait des dribbles, neuf séchés. Ou lesquels tarquent la communication, tarquent le قرب منهم, qui fait تخديهم يعني sur le côté psychologique, qui fait توعيهم, qui fait c'est plus compliqué en fait. C'est très très compliqué. Fallait هذا إنه البنات يعني beaucoup plus elles sont trop sensibles, mais je les aime, حساس ou alors là le ولا خسروا. Alors là qui خسروا ou là qui met tu t'entraînes مليح كوتش عندي لي بروبليم عندك زوج دور وعندك لي بروبليم سيريين دونك هاد البنات هادو باسكو سا باسكو سي لو او نيفو ان فيت لو او نيفو ما يرحمش الستاف اللي معاك سي بوكو بلوس سي دي سي دي فام والله ما عندهم حتى علاقه بكره القدم ولا وحده فيهم كاينه غير الايفا نشيده ميليتانت اكزاكتومون كاين دي في كاين اون فام الما فيو لا تيليفزيون اي الما كونتاكتي سور فيسبوك وهي راهي تجي تدعمني بكل صراحه رجا حاج احمد
يعني نحييها ونشكرها يعني بكل صراحه. سي غراس ا ال سي اون اريفا ا ابيي نو زونفون افوار دي دي ديزيكيبمون. والله نحييها. وكاينه لولو، كاينه كنزه، كاينه اوبيش نسيمه وسي، كاينه كيكا نشيده العيفه، يعني نحييهم بكل صراحه لانه غراس ا سي فام لا، غراس ا سي فام لا. نعم مزال كديري لي زونترينمون مازال توجور الرشاقه ولا الرشاقه؟ نو الرشاقه كندير لي دي زيكسبليكاسيون فلا لا ديمونستراسيون بيتي بو لي زونفون سينو خلاص خلاص بكري كنا نصوتوا في المال. نو وشنو هي ربما النصيحه اللي توجور تقوليها للدراري هذوما سورتو البنات؟ يعني النصيحه الاولى انهم يكونوا متربيات، يعني اخلاق، رياضه اخلاق وتربيه اول شيء. ثاني شيء الطفله، نقول لك طفله ماشي هاد الصغار البومبينو هادو نعلم لهم نو او كونترير انه يفو كاسوا ال ميم ما تانفونتيش اون بيرسوناليتي، تانفونتيش اون شخصيه واحده اخرى هي ماشي تاعها، انه تقعد هي ال ميم الا تخدم 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 دور 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 باش تقدر توصل. انه باسكو الكره هذه حنا سورتو البنات الناس تشوفك مراه تحسبك على باسكو راكي مراه اوكي، فلهذا لازم تمدي هذيك ليماج لا بيل ايماج دو لا فام الجيريان لا فام سبورتيف ناس قدرك. فلهذا انه نقول لهم لا للهور يفو با وقت قصير، عندنا وقت قصير. اي كوا كو كي تكوني صغيره تقول لك نقعد صغيره توت ما في، نو 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 لي زاني باس ترو فيت والناس ما ترحمش. فلهذا انه سي فو فولي كو فو دوفوني بروفيسيونيل وتروحوا لي مالا انسيني ان كونترا ا ليترونجي يلفو كو فو سوايي هنا. تربيه، اخلاق، ليكوت، لو ترافاي والقرايه سورتو. Ça c'est très très important. Et je lance un appel aussi aux parents des footballeuses et des clubs natoumi la boule kora. Nasiha lihom, tabou, bnetkom, les entraînements ou les mêmes حتى في les déplacements. نعم وش كاين مشاريع ربما اللي راكي توجدي فيهم مع البشر؟ ربما كاين انديه تصلوا بك حتى تحكمي التدريب او تقعدي دائما في تحكمي ليكول هنا وهذا مكان، يعني وشنو هما مشاريعك؟ مشاريع انه جي دي كونتاكت على الاكستيريور سي فري الاكستيريور دون دوتر باي لوانتا، ولكن اليوم راني جو مو كونسونتر سور سا واللي مد لي لوفر هذاك هو لوفر. عجبني راني رايحه ما عجبنيش راني في ليكول تاعي، عندي لي او 13 عندي الشامبيون تاعهم دونك لما لا نكون نادي كرة قدم نسائية اللي يولي الناس كي تلعب معاه قاعد تخافوا ويعرفوني جو سوي كاباب، ولكن لازم لي مساعدة، مساعدة مالية، يد وحدة ما تصفقش. جو بو فيغ سا ان شاء الله يعني في المستقبل اكيد، وتسمعي به باذن الله لاني نخدم فيها بالنية والناس اللي معايا بالنية دونك ان شاء الله يا ربي هذه البراءة هذه هذو هما لا بروتيكسيون تاعي. هيا ما طيحش ما طيحش. كما تبعتوا معنا اليوم في مرة ونص كانت معنا مارادونا الجزائر، نتمنى ان شاء الله تكون حلقة اليوم عجبتكم. نقول لكم بقوا على خير ونتلاقاو في الأعداد القادمة.